الممثله الاردنيه لارا الصفدي منورانا عبر شاشه فوشي. اهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا فيكم. اهلين لارا. مشاركه متميزه في مهرجان في مونديال القاهره للاعمال الفنيه والاعلام. يعني انا كتير سعيده اليوم بوجودي بمصر ام الدنيا، واكيد يعني انا سعيده انه انا كنت ضيف اليوم بمهرجان مونديال القاهره، لانه في فرصه بالنسبه لي اللي كتير زملاء واصدقاء ما شفتهم من فتره طويله بسبب انشغالنا، فاليوم عم نلتقي وعم نشوف بعضهم على في هاي الفتره. عم بينعرض علي النصوص، بس انت بتعرف بالاردن احنا معظم اعمالنا بدوي وفي اجتماعي، فانا بحاول انوع. فهلا عندي نصين عمالي بقراهم، ان شاء الله راح اختار واحد منهم لقدام. يعني هذا كان اختياري انا، ما فيش مصمم براند، ما فيش مصمم معين، خليها له ما راح احكي فيها. الشعر والميك اب مين اللي عامل؟ مين الاطلاله؟ انت برضه الاطلاله؟ انا اليوم انا عملت شعري وهذا الميك اب انا، وعاده بحاول دائما بالمناسبات انه انا بعرف شو بيلبق لي، طبيعه وشي، طبيعه هذا. لارا الحب في حياتك بقى بيمثل لك ايه؟ الحب هو كل شيء يعني، بس الحب انك بدك، الحب يعني كيف بدي اقول لك، انك بتحب عيلتك واهلك وشغلك، يعني هو مش لازم يكون مركز بشخص محدد. فانا الشخص المحدد لسه مش موجود بحياتي. مواصفات فتى احلامي؟ اهم شيء انه يكون صادق. صادق؟ لا، انا ما بيهمني الثراء ابدا، اهم شيء يكون انسان صادق.